رجعنا من الفاصل. النهارده هنتكلم في الفقره الثانيه على مشاكل العظام، واحنا بنعاني منها جدا، ومنها كيفيه التغلب على خشونه الركبه. معانا الدكتور مشرفنا النهارده في حلقتنا، دكتور عماد عبد الله، استشاري العلاج الطبيعي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هنتكلم على خشونه الركبه، ودي يعني علامه فظيعه عند المصريين، مرض فظيع طبعا. نحب نعرف بس هي ايه الاول، ممكن هتشرح لنا؟ هو ببساطه عشان نبقى فاهمين ايه موضوع خشونه الركبه ده. خشونه الركبه عباره عن تطور طبيعي بيحصل لأجزاء المفصل، خصوصا السطحين بتوع المفصل المتقابلين، بيبدا يحصل حاجات احنا بنسميها مايكرو تروما، او اصابات خفيفه جدا على سطح المفصل، ولكن بتكون تراكميه. مع التقدم في العمر بتبدا تزيد، ويبدا يحصل التغيرات دي تزيد بالتدريج، شكل المفصل نفسه يبدا يتغير، بالاضافه للغضروف نفسه اللي موجود جوه الركبه، السائل الموجود جوه الغضروف ده بيبدا يقل ويبدا ينكمش، والمساحه نفسها او المسافه اللي موجوده ما بين العظمتين تبدا تقل. هو ده ببساطه خالص هو يعني ايه خشونه الركبه، او ازاي بتحصل. مساحه ولا سائل؟ بيقولوا ده في سائل ما بين، هو ده هو السائل ده، هو ده اللي قصدك عليه. هو السائل ده موجود جوه الغضروف. فالغضروف ده زي مخده كده جواها ميه، تمام. الميه دي لما المحتوى بتاعها بيقل، الغضروف مساحته نفسها بتقل، وبالتالي المفصلين بيقربوا من بعض. بدل مثلا ما المسافه بينهم كانت كده، تبدا تقل بالزبط. وده تطور طبيعي بيحصل عند كل الناس، يعني احنا كلنا مع التقدم في العمر بيبدا يزيد عندنا الخشونه او التغير اللي تحصل في المفصل ده، تمام. ولكن في بعض العناصر هي اللي بتسرع التغيرات او بتزودها، يعني بتبدا تزود لي الاصابات الموجوده على سطح المفصل، وبتبدا تقلل لي السائل ده بسرعه اسرع، انه يخلص بسرعه اسرع. يعني بدل سي مثلا ما بدل ان هو ممكن يكمل معايا لحد ال 60، يبدا يظهر حاليا بقينا نشوف في ناس في الثلاثينات والعشرينات بيظهر عندهم الخشونه. بس هو الحقيقه اللي في العشرينات وفي الثلاثينات ده ما بتبقاش خشونه، اللي هو بمعنى الخشونه اللي جوه داخل المفصل نفسه. دي حاجه اللي بنسميها خشونه الشباب. خشونه الشباب دي بتبقى شويه مرتبطه بالصابونه، لان المفصل الركبه عندنا فيه اكتر من تمفصل، تمفصل ما بين الصابونه نفسها والعظم بتاع الركبه، وفي تمفصل ما بين عظمتين الركبه، عظمه الفخذ وعظمه الساق. فده حاجه ودي حاجه. الاصابات بتاعه الشباب بنسميها خشونه الشباب، ودي حلها بسيط جدا، وقصتها بتكون اسهل من كده بكتير. وغالبا دي بتكون المشكله فيها موجوده في الجزء الاتصال ما بين الوتر اللي موجود اسفل الركبه والمتاسف والصابونه، وفي حلقه الاتصال دي مع الصابونه نفسها. واللي في الشباب دي بيجي لهم، على فكره انا واحده من اللي جالها في الشباب دي. هو اغلب الشباب بيحصل لهم ده. بتحصل اكتر مثلا فيها صوت كده، بالظبط، يعني بيحصل فيها كليكات وكلام من دوت. بس احنا هنطمن الناس ان الموضوع ده بسيط جدا، وحله سهل، يعني اسهل بكتير جدا من الخشونه بتاعه الكبار. لان خشونه الكبار زي ما قلنا ان هو تطور طبيعي، والمفصل نفسه يبدا يتغير فيه. لكن المشكله اللي بتحصل للشباب بيكون التغير جاي في الوتر نفسه، او في العضله، او النهايات العضليه اللي موجوده. فده حل بيكون سهل وبيتحسن بسرعه كبيره جدا، تمام. هنرجع تاني بقى للخشونه نفسها بتيجي في الكبار. اللي بتيجي في الكبار احنا نقسمها لمراحل. اول حاجه مرحله الوقايه، ازاي احمي نفسي من الخشونه. رقم 2، انا لو اتصبت هعمل ايه. رقم 3، امتى هبدا اخد اجراءات اقوى، زي ان انا اروح للجراحه او غيره. فهنبدا اول حاجه بالوقايه. احنا زي ما قلنا ان في بعض العناصر هي اللي بتزود او بتسرع عمليه التغير اللي بتحصل في سطح المفصل ده، او بيحصل اللي هو المايكرو تروما دي تكون متراكمه بصوره كبيره جدا. رقم 1، الاوضاع الغلط اللي احنا بنستخدم فيها مفصل الركبه، زي ان انا اكون تاني ركبتي لمده طويله في اوضاع غلط، زي ان انا اكون قاعد على ركبتي بصوره كامله، ان انا اكون تاني المفصل يعني فول فليكشن او تانيه كامله، يعني اقفل المفصل تماما. الحاله دي احنا فعليا بنكون عصرين الغضروف، فالغضروف ده بيتعصر لمده طويله، ببدا اخرج الميه منه بصوره كبيره، ببدا عليه تروما بصوره اكبر. بيكون معدلات الاصابه اللي بتحصل لسطح المفصل او للغضروف نفسه اكبر من قدره الغضروف على الالتئام. طب سؤال بقى يا دكتور، في اعمال معينه بتخليني يستعمل خطا للموضوع ده؟ ما انا بقول لحضرتك اي وضع احنا بنقعد، حاجات حرفيه مثلا او كده، اي حرفه او اي وضع او اي جلسه احنا بنقعد فيها لمده طويله، المفصل بيكون فيها متني لمده طويله، زي قعدة مثلا التشهد في الصلاه وقعدنا فيها مده طويله لمده يعني بصوره متكرره، دي بتاذي المفصل بصوره كبيره جدا، تمام. فعشان كده احنا بنقعد لفترات دقيقه دقيقتين وبنبدا نغير الوضع بتاعنا. دي حاجه. تاني حاجه، الوقف لمده طويله. الوقف لمده طويله من الحاجات اللي بتعصر المفصل برضو، بتعصر الغضروف نفسه. احنا عندنا غضروف الركبه دوت بيتغذى بحاجه احنا بنسميها الامبيبيشن، ده عامل زي السفنجه كده، سفنجه جواها ميه. السفنجه دي لما بنضغط عليها السائل يبدا يطلع بره السفنجه، يبدا يخرج الفضلات اللي موجوده جوه المفصل. بعدين نبدا نخف التحميل عليها، يبدا تسحب الميه تاني جوه السفنجه، وبتبدا تسحب التغذيه بتاعتها. فالغضروف ما بتغذاش تغذيه دمويه، خصوصا الجزء السنترال منه او الجزء الداخلي، لكن بيتغذى عن طريق ان انا احمل عليه واسيبه، احمل عليه واسيبه. الحركه دي بتحصل معانا في المشي، ان انا بدوس على المفصل وارفع رجلي، بدوس على المفصل وارفع رجلي. ده افضل حاجه بتغذي مفصل الركبه، عشان كده المشي من افضل حاجات لمفصل الركبه والحفاظ عليها.
ولو احنا فهمنا الميكانيزم ده هنعرف ان احنا لما بنقعد في وضع معين مدة طويلة فاحنا باستمرار ضاغطين على الغضروف، عاملين عليه تروما واصابات بصورة كبيرة جدا، وبنوقف التغذية بتاعته لان لا المخرجات او الفضلات بتخرج ولا التغذية بتدخل جوه المفصل. فبالتالي من افضل الحاجات لمفصل الركبة هو التحريك، ان انا احركها باستمرار، والافضل كمان ان يكون في تحميل، يعني احرك مع التحميل، يعني مش مجرد ان انا بعمل تمارين بس بفرد رجليا واتنيها، لا ان انا امشي كمان واحمل على ركبتي، ده من افضل الحاجات يعني اللي بتغذي المفصل نفسه. الموظفين اللي هم عادتهم بيقعدوا 9 ساعات او 8 ساعات في الشغل اغلبيه الوقت، طبعا ده من الحاجات الغلط سواء لازم كل للركبه فتره يقوموا بالظبط، يعني يتمشوا هو الريكومندد بيكون نص ساعه، وده طبعا صعب ان احنا في نحققه. وسط الشغل صعب. اه بالظبط، بس احنا على الاقل لو ساعه تلت ربع ساعه يكون كويس جدا، ايفن لو بروح بس مشوار وبرجع، ايفن بروح اصلي وبرجع تاني. الصلاه من الحاجات الكويسه جدا اللي بتحرك مفاصل الجسم كلها بصوره كبيره، بتعمل فيها ريفرشمنت سريع، فده من الحاجات الكويسه جدا 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 لينا يعني. تمام، فهنكمل موضوع الوقاية. يعني ايه تاني ممكن الحاجات اللي تساعدنا في الوقاية؟ احنا عشان نعرف ايه الحاجات اللي بتزود الإصابة هنبدأ عشان نحمي نفسنا منها لازم نعرف هي ايه الأول. فاحنا بنقسمهم ل4 حاجات. أول حاجة الحاجات الخاصة بالجهاز العضلي الهيكلي أو العضلات والعظام ووضعها ووضع المفصل نفسه والزوايا الموجودة فيها وقوة العضلات الأمامية والخلفية ومضلات، وفي عضلات خاصة أو العضلات العميقة المختصة بفتح وقفل المفصل نفسه، يعني العضلة اللي بتبدأ الحركة والعضلة اللي بتنهيها والعضلة اللي بتحرك في نفس الوقت. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين التغذية بتاعة الجسم، وخصوصا ان احنا في عندنا حاجة اسمها الأغذية الالتهابية. الأغذية الالتهابية دي بتسبب زيادة الآلام في الجسم، يعني حتى انا لو عندي ألم معين في جسمي او عندي إصابة درجات الإصابة فيها درجات الإحساس بالألم بتكون زي متغيرة. الحاجات اللي فيها أملاح زي ما بيقولوا، مثلا كان ساعات يقولوا الروماتويد ما تاكلوش مانجا ما تاكلوش مش عارفة حاجات هي كده. مش بس الأملاح، هو أي حاجة بتزود حمضية الأنسجة في الجسم بتزود الإحساس بالألم. بمعنى إيه؟ يعني أنا لو كتفي وجعني، ركبتي وجعاني، ظهري بيوجعني، أحيانا بحس إن أنا كويس ومتعامل ونوعا ما الألم خفيف، وأحيانا بحس الألم زايد جدا. من أحد العناصر المهمة جدا في تحديد مستوى الألم وإحساسي بيه هو الأغذية الالتهابية دي وانعكاسها على درجة حموضة الأنسجة في الجسم. كل ما الحمضية زادت في الجسم كل ما الألم زاد وإحساسي بالألم بيزيد. أغذية زي إيه؟ حضرتك عندك فكرة عنها؟ ببساطة ببساطة خالص، أي حاجة منتجات النشويات تحديدا والسكريات والحلويات، منتجات اللحوم، منتجات الدهون، الحاجات دي كلها المخرجات بتاعتها بتكون حمضية. يعني البروتين لما بنيجي لما بيتهضم بيخرج حمض أميني، الحمض الأميني ده حمض، فالحمض ده بيزود الحمضية بتاعت الأنسجة. نفس الكلام بينطبق على السكر، الحلويات، الدقيق، المخبوزات، كل ما هو فيه دي كريمشات ابيض. وحاجات كتير قوي. ما هو ده حقيقي، بس هو احنا مش يعني مش بالطريقه دي. هو الموضوع بيكون تنظيم التغذيه بشكل عام، هو تنظيم لا هو منع ولا هو حرمان. وزي ما الدكتور في الحاله يعني في الفقره اللي قبلنا اتكلم ان هو ما فيش حاجه اسمها الواحد ينفع يراقب لكل نفسه الناس. اه لا، بالظبط، كل شخص بيكون ليه حاجه يشوف مناسبه، جسمه. تختلف حسب فصيله الدم بتاعته، حسب حالته الصحيه نفسها، فالموضوع بيختلف. طيب ده هياخدنا برضو النقطه، بما ان احنا اتكلمنا عن النقطه دي، الحاجات المهمه جدا واللي بتساعد المرضى كلهم خصوصا مرضى الركبه واي انسان بيحس بالام هيكليه في جسمه، ظهره، رقبته، كتفه، اي منطقه في جسمه، ان هو لو منع الالبان ومنع السكريات والنشويات والدقيق الابيض من الاكل بتاعه، ايفن حتى لمده اسبوع واحد، الالم بيقل عنده مش اقل من 70 80% بدون اي عنصر تاني، وده رقم كبير جدا. الالم لكن ما بتتعالجش. لا، ما هو العلاج انا هعالج المشكله، احنا اتفقنا ان المشكله نفسها موجوده، ولكن في عناصر بتزود الاحساس بيها. الاحساس بالالم. تمام، وانا في الاخر هو المريض عايز يحس ببعض الراحه، فانا بقول له لو انت منعت ال3 حاجات دول اللي هو السكريات والنشويات والالبان، ال3 حاجات دول لو اتمنعوا في خلال اسبوع انت بتحس بفرق كبير جدا. 80% ده رقم ممكن ما بيتحققش بالمسكنات، فده رقم كبير جدا خصوصا لكبار السن. طب استاذنك ناخد تليفون ممكن؟ اتفضلي. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا ساعات بقوم من النوم الاقي ركبتي مش قادره افردها ولا اتنيها، وعلى طول ركبتي بتطقطق. العمر كام سنه؟ انا 26. 26، وزنها زايد شويه ولا حاجه؟ معلش خط قطع. طيب مفيش مشكله، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الخشونه اللي بتيجي للشباب او الالام اللي بتيجي في المفاصل للشباب. الحاله دي تيبيكال عندها مشكله في التغذيه بتاعتها وعندها مشكله في العناصر الغذائيه الالتهابيه دي. الالم اللي موجود عندها دوت ده بالاضافه طبعا ان ممكن يكون عندها مشكله في بعض الاوتار والعضلات اللي موجوده.
بس اللي احنا نقصده في جزئية التغذية ان دي من الحاجات اللي بتبطئ الريكفري او بتبطئ الشفاء. يعني حتى لو الجسم نفسه بيحاول يعالج نفسه وبيحسن من المشكلة الموجودة دي، انا باكلي الغلط دوت بأثر سلبيا على التطور بتاع صحتي. يعني انا ممكن اخف في خلال اسبوع، لا انا بالأغذية اللي انا باخدها دي هفضل سنين ما بخفش، هفضل الوضع ده متراكم هنرجع معايا. تاني. جات السؤال معانا تليفون، اتفضلي مدام فاتن. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. اي دكتور، انا عندي زياده في الوزن يعني، وكنت عايزه حاجه لخشونه الرجلين. تمام، الوزن كام والطول كام والعمر؟ الوزن 100 يعني 90 كده، 95. تمام، والعمر كام سنه والطول كام؟ فصيله العمر الدم 45. 45 والطول وفصيله الدم؟ فصيلة الدم. طيب تمام، مش حاضر اجاوب لحضرتك. شكرا يا مدام فاتن. أه، فصيلة الدم ليها عامل في الموضوع؟ اه طبعا. اه طبعا، ما هو يعني ده برضو زي ما كان الدكتور بيتكلم ان هو دي من العناصر المهمه جدا، اللي هو كل انسان مش بياكل زي التاني. يعني في ناس، يعني احنا عندنا فصيلة دم او مثلا، نفس الكلام، هتحتاج تمنع الالبان، هتحتاج تمنع النشويات، هتحتاج تمنع السكريات، تمنعهم. يعني لو هي ما عندهاش سكر، ما عندهاش امراض مزمنه، تمنعهم، ما عندهاش اي مشكله خالص، تمنعهم تماما لمده اسبوع، وتبدا تزود الخضروات في الاكل بتاعها. وده ياخدنا الاربع عناصر مهمه جدا بيفرقوا معانا جدا في الاحساس بالالم: الكالسيوم، المغنيسيوم، والفوسفور. الثلاثه دول من الحاجات المهمه جدا 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 في الاحساس بالالم وفي الام العظام بالذات. فنقصهم نقصهم نقصهم طبعا، بالاضافه لفيتامين د هو الرابع بتاعهم. بس كعناصر غذائيه هم دول الاربع حاجات المهمين جدا. طيب الفوسفور ده ممكن هنلاقيه في ايه؟ هنلاقيه في الاكل البحري او في البحريات بشكل عام والاسماك. عندنا المغنيسيوم من عناصر مهمه جدا، ده هنلاقيه مثلا موجود في الموز، موجود في بعض المكسرات، موجود في النعناع، موجود في الريحان، موجود في الكاكاو. الكاكاو من عناصر مهمه جدا جدا جدا. يعني في وصفات بسيطه كده حتى ممكن نبقى نقول عليها في اخر الحلقه للناس، هتساعدهم جدا في تحسين مستويات الالم وتحسين موضوع الحموضيه اللي موجوده دوت، بحيث ان هو الجسم يقدر يريكفر بسرعه اسرع. الكاكاو من الحاجات اللي فيها عناصر بتأثر على الحاله النفسيه بصوره كبيره جدا، يعني بتحسن المود وبتحسن مستويات. كاكاو بقى زي كشوكليت يعني، ولا كاكاو مشروب؟ مشروب الكاكاو. يعني هو في مشروب كده بس هنقلل اللبن، حضرتك كنت بتقول نقلل الالبان. هنشيل الالبان بقى. فاحنا الوصفه بتاعت الكاكاو ببساطه سريعا برضو ممكن نتكلم عليها، ان احنا بناخد كاكاو عليه قرفه وعليه ليمون وعليه عسل. الاربع حاجات دول مع بعض ده مشروبات صحيه. لو مفيش اي امراض تانية، مفيش مثلا ضغط او سكر او كده؟ لا، هو مش هياثر على الضغط بصوره كبيره. السكر لو احنا عندنا مشكله في السكر، سكر مش منتظم طبعا عشان العسل، فده محتاج مراجعه. احنا الوصفه دي ممكن تكون ممنوعه مثلا لو واحده حامل، عشان القرفه طبعا مش مناسبه بالنسبه لها. السيدات اللي عندهم نزيف بصوره كبيره جدا في الدوره الشهريه مش هيبقى مناسب بالنسبه لهم، لان هي بتزود معدلات النزيف. الحالات الطبيعية بنجيب الكاكاو، وايه تاني حضرتك قلت معايا؟ معلقة كاكاو، معلقة قرفة او معلقتين، ممكن نزود حسب لو احنا نقدر نستحمل الطعم ده. هو طعمه جميل جدا، بس من الحاجات المفيدة نحط عليها نص ليمونة، نقطعها بقشرها تتحط فيها، وعليها معلقة عسل تكون سخنة طبعا ومغطيها 5 دقايق. ده من المشروبات الهائلة جدا، لأنه بيعمل عندنا أكتر من حاجة. أولا هو غني بالمغنيسيوم، فده حاجة مهمة جدا. رقم 2 بيحسن الحالة النفسية كويس جدا. رقم 3 ودي حاجة مهمة وهتفرق معانا حتى في موضوع الركبة، وهي الهرمونات الموجودة في الجسم. المشروب ده من الحاجات اللي بتعمل توازن في معدلات الهرمونات. احنا عندنا في هرمونات خطيره جدا موجوده جوه جسمنا، اهمها الانسولين والكورتيزول والتستوستيرون. الهرمونات الثلاثه دول تاثيرهم كبير جدا على الالتهابات في الجسم. يعني الكورتيزول لما مستواه بيعلى بحس ان الجسم كله وجعني. يعني في ناس دايما يجي يشتكي يقول لك انا جسمي كله بيوجعني. ده هرمون الكورتيزول لما بيرتفع، وده مرتبط بالحاله النفسيه، بيزود الاحساس بالالم في الجسم كله بشكل عام، واكتر لو انا عندي جزء بيوجعني في جسمي. يعني لو عندي ركبتي بتوجعني، فانا جسمي كله هيوجعني وركبتي كمان الالم فيها هيزيد بصوره اكبر. فانا هنا لو انا اتحكمت في مستويات الهرمونات، وده كان يعتبر هو الفاكتور الرابع في العوامل اللي بتزود. احنا قلنا في عندنا 4 عناصر، فالهرمونات هي العنصر الرابع. فالجزء بتاع توازن الهرمونات ده من الحاجات المهمه جدا 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 لاي حد عايز يقلل احساس بالالم في جسمه، عايز يحسن معدل نزوله في الوزن، لو عايز يخس بصوره كويسه، لو عايز يتابع، لو هو عنده مثلا مناطق في جسمه فيها سمنه مش طبيعيه. الهرمونات لها دور كبير جدا في ان الدهون تتراكم بشكل مختلف. مهم جدا لمرضى السكر ان انا الانسولين بتاعي يكون متزن ومتوازن، وان انا لان هم كلها هرمونات مرتبطه ببعضها. يعني الانسولين لما هيزيد، الكورتيزول بيرتفع، هرمونات الغده الدرقيه بتتاثر، التستوستيرون بيتاثر. طبعا، فهي كلها مرتبطه ببعضها. سؤال كمان يا دكتور، الرياضات اللي ممكن تاثر على موضوع خشونه الركبه، الايه؟ الرياضات. الرياضات العنيفه اللي بتكون فيها تحميل على المفصل بصوره كبيره جدا،
وخصوصا في وضع ان يكون المفصل فيه مفتوح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان رجلي مش لامسه الارض، زي ان انا بعمل تمارين باوزان ويكون المفصل الركبه مفتوح. احنا بنتكلم على كبار السن بما انها بتظهر اكتر في كبار السن. حضرتك بتقول كبار السن ايه الرياضات اللي ممكن تنفعهم؟ الرياضات اللي تنفع ان هم يحتاجوها او التمارين اللي احنا هنحتاجها، تقويات للعضلات الاماميه، تقويات للعضلات الخلفيه، دي من الحاجات المهمه جدا. احنا عندنا في عضله يعني جزء مائل من العضله كده في الجزء الخلفي، دي المسؤوله عن اخر 15 درجه في فرد الركبه. دي تعتبر اهم عضله بالنسبه لنا في مفصل الركبه، لان العضله دي هي اللي بتشيل الحمل عن المفصل نفسه. فبالتالي العضله دي لو ضعيفه، الحمل او الوزن اللي بينزل من جسم الانسان هيبدا يتحمل على المفصل مباشره. لكن لو هي قويه بتخف الحمل اللي نازل على المفصل نفسه. فهو بيحس بالحركه. بتسال على الوزن جدا. دايما في المكملات. طبعا هو يعني موضوع الوزن ده في اكتر من 80-90% من الحالات هو يعني مرتبط بموضوع الركبه تحديدا. يعني ايه ممكن يعملوه هم قاعدين في البيت عادي من غير ما يروحوا مراكز او كده؟ احنا ممكن عشان نتكلم في الحاجات اللي تتعمل في البيت، لو احنا نقدر نعمل تمارين بسيطه لتقويات الركبه ده يكون كويس جدا. زي ان انا بجيب مخده بسيطه خالص، ارتفاع يكون الارتفاع دوت، بحطها تحت الركبه من ورا، ببدا ارفع رجليا لفوق خالص وهولد لمده 5 ثواني، يعني 1 2 3 4 5، وانزل. بكرر التمرين ده 5 مرات في 3 مجموعات، اعملها مره الصبح ومره نص اليوم مره بالليل. ده بيقوي العضله الاماميه. الركبه المصابه ولا الاثنين؟ يعني اللي عنده فيها الالم ولا الاثنين؟ الاثنين، لان هو خشونه الركبه اللي بيحصل ان المريض لما بيكون عنده اصابه مثلا سيف الركبه الشمال، بعد كام شهر الركبه اليمين كمان بتتعب اكتر، لان هو بيبدا يحمل على الركبه اللي مش مصابه. فبالتالي الاثنين بيبدا يتصاب. يعني انا الاول الاصابه ظهرت عندي في الجنب ده، فبدات احمل على الرجل دي، فيبدا هي كمان تتصاب. فاحنا في جميع الاحوال بنمرر الرجلتين حتى لو انا ما عنديش فيها اي مشكله. طيب في حاجات موروثه كده عندنا، ان هي مثلا الكمادات. تمام. طب نعمل مثلا مراهم معينه بطريقه معينه؟ دي نقطه مهمه جدا. دي نقطه مهمه جدا. هو لحد فتره قريبه كان الكلام كله ان احنا المصادر الحراريه بتحسن مفصل الركبه وبتقلل الالم والكلام ده، لكن الدراسات الاخيره قالت ان هو الحراره بالذات في مفصل الركبه بتاثر على حاجه اسمها البروستاجلاندين جوه، بتاثر على تاثير سلبي، فبالتالي بتزود الالتهاب اللي موجود. ده بالعكس. هو مش في كل الحالات برضو. ليه؟ لان الاصابه عندنا او الالم لو هو ناتج من الانسجه الرخوه اللي موجوده حوالين المفصل مش موجوده جوه المفصل نفسه، يعني العضلات، الاوتار، الاربطه اللي موجوده، او حتى جزء بنسميه البرسة او الفشة اللي موجودة حوالين المفصل، دي كلها العلاج بتاعها حراري. يعني الحرارة تبقى كويسة جدا وتريح المريض. تمام. لو المشكلة داخلية من جوه المفصل، لا احنا في الحالة دي البرودة بتكون افضل من الحرارة. طيب احنا ببساطة عشان الناس هو مش هيقدر يشخص نفسه مش عارف السبب ايه، احنا بنقول الناس بكل بساطة انت هتجرب الاثنين، هتجرب الحرارة وهتجرب البرودة. اللي يريحك فيهم اللي هيريحك فيهم استخدمه. فانت بتجرب مع نفسك. انا بقوله عشان اسهل على الناس، انت مش عشان ما تروحش ولا تيجي او تروح للدكتور او كلام من ده. فانت اللي انت هتعمله ان انت بتجرب تعمل الكماده الحاره او الكماده السخنه لمده 10 دقائق او ربع ساعه. لو ما حسيتش بارتياح ابدا جرب البروده، واحده منهم هتريحك. ده بكل بساطه عشان سهل على الناس خالص يعني، وهي من الحاجات الكويسه جدا اللي بتريح المريض يعني. تمام. الهنات بقى اللي هي المراهم او الحاجات دي طبعا بتبقى مفيده، بس احنا برضو احنا عشان ما نبقاش اشرف الطبيب طبعا ولا طبعا ده اكيد. هو اغلبها بتبقى يعني ما فيش فروق كبيره ما بينها، بعضها برضو بيسخن وبعضها بيبرد. فبرضو بنقول للمريض جرب يعني، شوف المرهم لايق او احنا ما نقدرش نعمل حاجه معينه دلوقتي على الهواء. جرب. طيب معانا تليفون حضرتك بعد اذنك. اي اتفضل حضرتك. الو لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال يعني. اتفضل. ادير لو سمحت كنت عايز اسال بالنسبه للوالده يعني. اتفضل. بالنسبه لخشونه الركبه وكانت عاوزه تغيير مفصل. تمام. وعندها سرعه التنسيب عاليه والدكتور قال لا ما ينفعش بدل ما سرعه التنسيب عاليه. بس اذنك بس الصوت مش واضح، ممكن حضرتك تعلي الصوت شويه؟ الصوت واضح كده؟ تمام اتفضل. السؤال حضرتك ان الوالده الدكتور قال لها تغيير مفصل صح كده؟ عاوزه اعمل تغيير مفصل، وطبعا سرعه التنسيب كانت عاليه جدا، فحاولت تاخد علاجات ودكاتره كثيره وقال لها بدل ما سرعه التنسيب عاليه ما ينفعش تركيب مفصل. تمام. طيب. هل طب سرعة الترتيب مين الدكتور المختص بيها؟ هي راحت الباطن بتاع المسابق وبتاع العظام، رجلها تروح ما بتقدرش تمشي عليها وبتحس يعني بتفلت الركبه بتاعتها وسط المشي. عمرها كام سنه؟ هي عمرها كام سنه حضرتك؟ 60. وزن؟ والوزن؟ الوزن بتاع 90. 90. طيب تمام. مش خلاص. تمام شكرا لحضرتك. هو ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها، اللي هو امتى انا اروح للجراحه. احنا عندنا خشونه الركبه 4 درجات. لو انا في المرحله الثالثه والرابعه في الحاله دي احنا بنبدا نتكلم ان احنا ممكن نحتاج يعني الثالثه ممكن
نمشي تحفظي او كونزرفتيف بالعلاج الطبيعي او بالادويه او كلام من ده. الدرجه الرابعه طبعا دي بتحتاج عمليه. طب احنا عشان نبسط على الناس ايه هي الدرجه الرابعه بيكون شكلها، او يعني ايه مواصفات اللي احنا هنخش بيها عمليه؟ هم حاجتين احنا بنحدد بيهم. لو الالم الم مبرح ما بتحسنش باي حاجه، ما بيخفش باي حاجه، ما بيخفش مش شرط انه ينتهي، على الاقل انه يقل شويه، ما بيخفش باي مسكنات باي نوع من العلاجات باي حاجه، ده ممكن نخش عمليه. وخصوصا لو الالم ورم مثلا او حاجه، ولا ده ما بيبقاش مش الورم بس يعني مش طبعا ممكن يكون في ورم موجود، بس احنا لما بنتكلم على قرار عمليه احنا في عناصر كده محدده ليه، ان يكون الالم دوت مؤثر على حياتي وما بتحسنش باي حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين نبدا يحصل تغير في القوام، بمعنى ان يحصل مثلا زي تقوس في المفصل بتاع الركبه، وده كومن جدا بيحصل مع كبار السن، ان الخشونه لما بتزيد الجزء الداخلي من المفصل بيبدا يحصل فيه تاكل، فبالتالي يبدا المفصل بدل ما هو كده يبدا يتقوس كده، فنلاقي الركبه بدات تتقوس تخرج لبره. ففي الحاله دي طبعا تغيير المفصل بيكون من الحاجات الكويسه، من الحلول الكويسه جدا. بس احنا بننصح لو حد هيروح للجراحه وتغيير المفصل ان هو لازم قبل العمليه يقوي مفصله، يقوي عضلاته بصوره كبيره، لان هي هتتاثر بنسبه مش اقل من 60% مع الجراحه. ده رقم واحد. رقم اتنين ما بعد الجراحه، ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان انا التزم كويس جدا بتعليمات الدكتور، ان انا التزم بالعلاج الطبيعي كويس جدا، لان انا هقوي عضلات من اول وجديد وابدا اعلمها من اول وجديد على الوضع الجديد. العمليات من الحاجات الكويسه اللي بتفرق مع المريض، عمر المفصل بيتراوح من 10 ل 15 سنه للمريض يقدر يستخدم بيه المفصل، وطبعا هيخفف عنه الالام. ولو غيرنا المفصل في بعض الحاجات ممنوعه، في تعليمات لازم نلتزم بها بصوره كبيره جدا. بالنسبه لوالدته عشان القصه اللي اتكلم فيها او سرعه الترسيب، طبعا يتابع مع دكتور باطنه، ده رقم واحد. رقم اتنين التغذيه مهمه جدا في الحاله دي، والاغذيه الالتهابيه اللي احنا اتكلمنا عليها مهمه جدا جدا جدا، ويقلل الوزن. لان هو سرعه الترسيب دي معناه ان في التهابات في الجسم زايده بصوره كبيره جدا. فلو اتحكمنا في الاغذيه الالتهابيه دي ان احنا نبدا نقللها، ان احنا ظبطنا الهرمونات واتكلمنا على الوصفه اللي احنا قلناها، الحاجات دي هتبقى كويسه جدا بالنسبه لها ان شاء الله. دكتور عماد حضرتك نورتنا النهارده، وان شاء الله لينا لقاء تاني مع حضرتك. فرصه سعيده، ربنا يكرمك. كانت حلقتنا النهارده كلها صحه، والحقيقه انبسطنا جدا دكتور عماد والدكتور كمال، نورونا. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.